اجتهد انهم مسحوا الدرب للاحتفاليات. شيء جديد دائم متميزين وهم اصحاب الاول واصحاب الابتكارات. شكرا يا حازم. الشيء الثاني، الشيء الثاني عندي اعتراض. دقيقه الامر ما اسمح لك في مجال نايف. اذا جاء هنا خلهم عندهم الكلام بجيك واسهل. الامر الثاني نتحدى فريق يلا شباب البيرق يلا شداد يتحدون فريق البيرق وعطونا يا شباب الطواقي سبعه طاقيه رقم سبعه فيها يلا سؤال ديني عند شداد يلا عليكم انكم تجاوبون خلال 45 ثانيه ولا ستحول السؤال مباشره الى فريق البيرق يلا لازم نعدل بينكم يا عيال ما عليه مره كذا السؤال يقول ما السوره التي تلقب بسوره الدهر الانسان النازعات الضحى ما السوره التي تلقب بسوره الدهر الانسان النازعات الضحى شوفوا يلا علوا مرشد ما علا والله علا والله علا والله علا احلى يقول شيء في الدهر يلا علا مرشد وش الانسان خطا يا النازعات ابابا تعال هنا يا بابا لو اني انا جبت علوي اسمع ما عندكم معلومه صح؟ لا مره عندي خمسه بسوق الكف اتوقع انا سامع الرم عندي لا ما الرم عندي قبل شوي خطا لا صح خمس اربع مرات جت لي صح فهمت؟ اوكي يلا عندي فهو النازعات طيب النازعات يلا اعطونا النازعات اصبر 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 شو اللي عندك بغير؟ لا لا اصبر اصبر ما شو اللي بس انتوا تحديتوا من؟ تحدينا تحدينا بالحلقة جل اصبر لا تتكلم خلت نسمى الله على الخطا على الانسان ما جابوا زوم بس التصميم يسوون زوم يلا اعطونا صورة النازعات وكانت الاجابة خلوا ينفع ارشيد قال له النازعات يا خطف لا لا يلا اسقط علي لا مش كفر يلا بدا الوقت يا شباب اعطونا الاجابه نايف عطنا نايف الاجابه حبيبي هذا خطف يعلمك رشيد نايف بدا الوقت الوقت بينتهي الوقت الوقت بينتهي بسرعه نايف الوقت اجاوب انت بتحديني الوقت بينتهي الدهر الانسان الدهر الانسان الانسان حط الانسان ايش الدهر ما في الدهر يا ابو لا انا اعطاه قرا الايه في اسمه نعم يا سلام يلا عطوا الانسان كانت الاجابه يا شباب خطف غبي يا خلي الشيء ينفع خلي ينفع خلي ينفع كوره خلي ينفع لا لا خلي كيف 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 كرم كرم شوف ما هي ممنوع يلا 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 شيل شيء ثاني دقيقه كليب تفضل كليب اول شيء رقم اي رقم عيال اول شيء اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ثاني شيء اللهم صل وسلم على محمد صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه انا كنت اعلم وليد وعبد العزيز ونتفق في احتفاليه اي فجاء شيد وسرق الاحتفاليه وقاموا يسووا اسمع 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 انا ما انا عطني حرام انا غشاش وش لا اسمع انا مرضاه هذا ما ترى ما لي دخل إيه؟ فخذوا انا ماني بقول لي خذوها ولا إيه انا يكفيني اني كنت قدوه لكم وسويت الاحتفالي اللي صفقوا 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 تحياتي كنا في الرفيدي قدوه فريق الشلل يلا يلا عادي 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 خلصنا وين احنا الحين كلام